معظم ما نفعله في وقت مبكر عندما نتعلم أولاً عن حساب التفاضل والتكامل هو استخدام النهايات. نحن نستخدم النهايات لمعرفة مشتقات الاقترانات. في الواقع، تعريف المشتقة يستخدم مفهوم النهايات، الميل حول نقطة معينة، كما نأخذ نهاية النقاط الأقرب إلى الجهة المعينة. وكنت قد رأيت ذلك مرات عديدة في هذا الفيديو. أعتقد أننا سنقوم بذلك في الاتجاه المعاكس، سنقوم باستخدام المشتقات لمعرفة النهايات. وتحديدا النهايات غير المعرفة، وعندما أقول غير معرفة أعني اتخاذ النهايات التي تنتهي بشيء من هذا القبيل: صفر تقسيم صفر، ما لا نهاية تقسيم ما لا نهاية، أو سالب ما لا نهاية تقسيم ما لا نهاية، أو موجب ما لا نهاية تقسيم سالب ما لا نهاية. كل هذه الأشكال عبارة عن نهايات غير معرفة. للقيام بذلك يمكننا استخدام قاعدة لوبيتال، لوبيتالز رول. لوبيتالز رول. وفي هذا الفيديو سوف أظهر لكم ما هي قاعدة لوبيتال وكيف يمكننا تطبيقها مباشرة. وفي الواقع إنها مفيدة جدا في بعض الأحيان. إذا كنت في مسابقة للرياضيات وطلب منك أن تجد نهاية صعبة، فقط عليك تطبيق الأرقام لتحصل على شيء كهذا. إنها قاعدة لوبيتال. خلال هذا الفيديو سوف أقوم باستخدام قاعدة لوبيتال، التطبيق في هذه القاعدة مباشر جدا. إن قاعدة لوبيتال تخبرنا أنه إذا كان لدينا، سأقوم به بشكل تجريدي أولا لجعل المثال أكثر وضوحا. إذا كانت النهاية عندما x تقترب من c ل f ال x تساوي صفر، تساوي صفر، وكانت نهاية جيل x عندما x تقترب من c تساوي صفر، وكانت النهاية عندما x تقترب من c ل f فتحة لل x تقسيم g فتحة لل x موجودة وتساوي L. ثم وكافة الشروط التالية يجب أن تتحقق، وهذا هو الشكل غير المعرف: صفر تقسيم صفر. تعد هذه أول حالة. ثم يمكننا القول أن نهاية f ال x تقسيم g ال x عندما x تقترب من c أيضا تساوي L. يمكن أن يبدو هذا غريبا بعض الشيء. في الواقع سأنتقل إلى الحالة الأخرى على سبيل المثال، ونحن سنقوم بحل أمثلة متعددة لجعل كل هذه الحالات واضحة، حيث أن هذه هي الحالة الأولى. في الواقع ممكن أن يكون هذا مثالا جيدا لهذه الحالة. دعونا نأخذ الحالة الأخرى. نهاية f ال x عندما x تقترب من c تساوي موجب أو سالب ما لا نهاية. ونهاية g ال x عندما x تقترب من c تساوي موجب أو سالب ما لا نهاية. وكانت على اعتبار أن المشتقة موجودة،
نهاية F فتحة لل X تقسيم G فتحة لل X عندما X تقترب من C تساوي L. ثم يمكننا كتابة نفس هذه العبارة مرة أخرى. دعوني أنسخ هذه العبارة هنا، ومن ثم ألصقها هنا. إذن أي من هاتين الحالتين؟ تأكد أنك تفهم ما تقوم به. انظر إلى هذه الحالة، إذا حاولت تقييم هذا الجانب هنا ستحصل على F السي وهو 0، أو نهاية F الإكس عندما X تقترب من سي مقسوما على نهاية جي الإكس عندما X تقترب من سي التي سوف تعطيك 0 تقسيم 0. وسوف تقول أنا لا أعرف هذه النهاية، ولكن هذا يقول انظر إذا كانت هذه النهاية موجودة يمكنني أخذ مشتقة هذه الاقترانات ومن ثم أحاول إيجادها، وإذا حصلت على جواب أو رقم موجود إذن سيكون نفس النهاية. هذه الحالة عندما نأخذ المالانهاية تقسيم المالانهاية، أو سالب مالانهاية تقسيم سالب أو موجب مالانهاية. لذا هذان شكلان للنهايات غير المعرفة. لجعلها تبدو أكثر وضوحا دعوني أظهر لكم، لأنني أعتقد أن هذا سيجعل الأمور أكثر وضوحا. لذا دعوني أقول أننا نحاول إيجاد النهاية، سوف أكتب ذلك بلون جديد، سوف أكتبه باللون الأرجواني. إذن إننا نحاول إيجاد نهاية جيب X تقسيم X عندما X تقترب من صفر. الآن إذا أردنا إيجاد ذلك من خلال تعويض الصفر، نحن نأخذ النهاية عندما X تقترب من صفر، لذا نحن في طريقنا للحصول على شيء يشبه صفر تقسيم صفر. جيب صفر هو صفر، ونهاية جيب إكس عندما إكس تقترب من صفر هي صفر، وكما هو واضح عندما إكس تقترب من صفر ستكون صفر تقسيم صفر، وهذا شكل غير معرف. وإذا أردنا التفكير بذلك، هذا هو الاقتران إف الإكس، وهنا إف الإكس هي جيب إكس، ولدينا جيل إكس هنا، و X تمثل جيل X. إذن جيل X تساوي X، و F X تساوي جيب X. ونحن نعرف بالتأكيد هذين المفهومين. في هذه الحالة فإن C تساوي صفر، نهاية جيب X عندما X تقترب من صفر تساوي صفر، أيضا نهاية X عندما X تقترب من صفر تساوي صفر. إذن نحن نحصل على شكل غير معرف. إذن دعونا على الأقل أن نرى ماذا تساوي هذه النهاية. إذا أخذنا مشتقة F الـ X مقسومة على مشتقة G الـ X، وأخذنا النهاية عندما X تقترب من صفر، في هذه الحالة دعونا نرى إذا كانت هذه النهاية موجودة. سوف أكتب ذلك باللون الأزرق. دعوني أكتب مشتقة الاقترانين هنا. إذن مشتقة F الـ X، إذا كانت F الـ X تساوي جيب X، ما هي مشتقة F الـ X؟ حسناً، إنها جيب تمام X، لقد تعلمت ذلك مرات عديدة. وإذا كانت G الـ X تساوي X، ما هي مشتقة G الـ X؟ هذه سهلة جدا، مشتقة X هي 1. إذن دعونا نحاول أخذ النهاية. نهاية F فتحة لل X تقسيم G فتحة لل X عندما X تقترب من صفر، هذا سيكون نهاية جيب تمام X تقسيم 1 مقسوما على 1. هذا غريب بعض الشيء، إنه بسيط جدا. إذن ماذا سيحدث؟ إذن نهاية جيب تمام X عندما X تقترب من صفر يساوي 1،
لنرى النهاية عندما x تساوي 0، أيضا ممكن أن تساوي 1. إذن في هذه الحالة إذن نهاية f فتحة للx تقسيم g فتحة للx عندما c في هذه الحالة تقترب من 0 تساوي 1. هذه النهاية موجودة وتساوي كافة الشروط. هذه هي الحالة التي نتعامل معها، نهاية جيب x عندما x تقترب من 0 تساوي 0، ونهاية x عندما x تقترب من 0 أيضا تساوي 0. نهاية مشتقة جيب x مقسومة على مشتقة x، وهي جيب x مقسومة على 1 تساوي 1. إذن تم تحقيق جميع الشروط، وهذه الحالة التي يجب أن تكون نهاية جيب x تقسيم x عندما x تقترب من 0، جيب x تقسيم x عندما x تقترب من 0 يجب أن تساوي 1، يجب أن تكون نفس قيمة النهاية هنا. عند أخذ مشتقة f للx و g للx سأقوم بحل المزيد من الأمثلة في أشرطة الفيديو القادمة، وسوف تكون مكتملة. إلى اللقاء.